ايه المشكله؟ انا لما جيت يعني هو احنا يعني نبدا منين؟ مظبوط. الحقيقه انت دايما بتبدا بقانون تشريع ثم موارد بشريه قادره مؤهله على اداره ما شرعه المشرع من نصوص. صحيح. فاحنا شغالين حاليا في اصدار قانون جديد للاداره المحليه. الدستور ادانا الزامات معينه، نصوص ملزمه في تطبيق ما انتهى اليه الخبراء، زي نص الماده 176 باللامركزيه واللي احنا اتكلمنا يمكن في المبارك هنا عنها بالتفصيل عشان ما نكررش. تمام. لكن في النهايه الكلام ده، النصوص دي احنا هنصيغها في قانون، والقانون ده محتاج ان هو يتطبق. طيب القانون الحقيقه عشان برضو تبقى الامور واضحه، احنا عندنا ثلاث مشاريع مقدمه من نواب وحصلت على عشر التوقيعات ومقدمه من حوالي يمكن 3-4 شهور، يعني من ساعه ما اللجنه والمجلس ابتدى. المشاريع دي احنا ناقشناها خلاص، خلصناها في مناقشه كان اخرها امبارح، مشروع النائب عبد الحميد كمال، وقبليها المشروع اللي انا اشتركت فيه مع زملائنا في حزب الوفد، ثم قبليها بالتسلسل التاريخي يعني كان المشروع مقدم من النائب محمد الفيوم. كويس. خلصناه في اللجنه، يبقى مشروع الحكومه. يبقى مشروع الحكومه. الحقيقه مشروع الحكومه ما جاش لغايه دلوقتي. هو اقر في مجلس الوزراء والمفروض راح مجلس الدوله، والحقيقه برضو ان هو محتاج ان هو يجي لان انا الوقت عندي ضيق. امبارح سيادتك لو متابع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمره الرابعه وجه على واكد على ان انتخابات المجالس المحليه يجب ان تكون في نهايه هذا العام. صحيح. اذا فبالمنطق انا محتاج ان انا القانون يبقى عندي، لان انا اعلنت في اكتر مره انا هاخد شهر مناقشه في اللجنه وشهر عمل يومي. احنا مش هنصيف ومش هناخد اجازات، ويمكن انا جاي من حضرتك النهارده من المجلس مباشره. كويس. فطب ليه شهر؟ لان هذا القانون محتاجين ان احنا يتوافق عليه الجميع، كل المختصين يتوافقوا عليه. هذا القانون انا عندي 29 نائب في اللجنه بتوجهات مختلفه، فانا عندي في شغل، عندي محافظين سابقين لهم تجاربهم ولهم اسهاماتهم ودراساتهم ووزراء. بص احنا عندنا شيوخ محليات على اعلى مستوى. صحيح. محتاجين ان احنا ناخد الكلام ده وناخد التجارب السابقه دي ونبدا عمل معاه، لان فيها فنيات كثيره.